ليل الأحبة بدره نور بدا، ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرط المحبة قد شدا، قد شدا، والزهر بل له التبتل والندى، والندى. طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى، إذا اجتمعنا على الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنلتقي بحضراتكم في ليل جديد من ليالي الندى. فأولى فقراتنا الحقيقة بنشوف رمضان زمان ورمضان دلوقتي في حاجات كتير. حاجة مهمة جدا وتساؤل مهم، يا ترى رمضان زمان في عبادة المسلمين، في إقبالهم على بيوت الله، على تلاوة القرآن، على عمل الخير، على إطعام الطعام، حصل فروق؟ ما بنقولش اختلاف في العبادة، العبادة هي واحدة، والشعائر التي فرض الله سبحانه وتعالى صلاة صوم هي واحدة، لكن إقبال المسلمين زمان على المساجد، إحساسهم برمضان، يعني علاقتهم بالقرآن، كان في حلقات مثلا القرآن الكريم بعد صلاة العصر زي ما بنشوفها دلوقتي في منتشرة في بعض المساجد. المساجد زمان كانت بتبقى مفتوحة طول اليوم ولا في أوقات معينة؟ إيه الطقوس اللي اختلفت وإيه الأشكال اللي اختلفت في تعاملنا مع رمضان زمان ودلوقتي؟ شكل الشوارع، شكل حتى تهنئة الناس بعضهم ببعض بشهر رمضان، كل ده أكيد فيه اختلافات وفيه تطور وفيه يعني أشكال جديدة من الاهتمام بشهر رمضان المعظم زمان ودلوقتي. تعالوا نشوف مع بعض هذا الاختلاف وهذا التنوع في رمضان زمان. ليل الأحبة بدره نور بدا. كان جدي وبابا وعمك الحاج نصلي جماعة باستمرار، يعني ما حدش يصلي لوحده، صلاة الجماعة جوه البيت زي الجامع بالظبط. ما كانش زمان أيامنا الستات تنزل المسجد زي دلوقتي، يعني الأيام دي بسم الله ما شاء الله البنات والستات كتير جدا بنزل يصلي في المساجد. إحنا أيامنا لا، ما كانش فيه كده، كان الصيف صيف والشتاء شتاء، يعني بيني وبينك كان رمضان لحد دلوقتي في أي طقس بيجي فيه الناس بتصوم، بتصوم وهي فرحان. يعني كان ساعات نصوم في الحر، حر كان يكون في أغسطس ده، يعني الناس كان حر جامد، يعني فعلا حر، لأن الدين كان على أيامنا كان يعني محصور بسبب بقى الاستعمار البريطاني، بسبب الحاجات دي كان عايزك تمسك في شكليات الدين بس، هي دي لا تزيد عنها، انت كده مسلم وهتخش الجنة. كسلوا جدا واداروا كمان، ما كانش في نهضة إسلامية أبدا إلا بعد النكسة. بعد النكسة تحولت تحول جذري الناس، أربع تخماس الجيش المصري راح في الحالة دي وهم على حافة القناة، ما فيش بينهم وبين القاهرة أي مانع خالص. الناس بقت تبكي، فما كانش قدامهم إلا يقول يا رب، ويا رب يبقى إيه، هنبتدي نصوم في رمضان. قراءة القرآن كنا بنقرأ بس القراءة العادية، يعني مش يعني دلوقتي مثلا، يعني عمك الحاج هو في مذهبه ان احنا لازم كل يوم قبل الفجر بنقرأ الجزء القرآن ده، من زمان يعني من ايام ما جوزنا على كده لحد دلوقتي. يعني ممكن بيت بابا ما كناش بنقرأ الجزء ده كده، هو بابا يقرأ، كان هو وابوهم دول القرآن عندهم كان طول النهار، كمان ثم هم قاعدين يقرأ القرآن. عبادات كان الواحد من دول يعني يقعد في الجامع ده فترة كبيرة، يعني مش يصلي ويجري عشان يسمع مسلسل أو بتاع أو الحاجات دي، لا كان بيقعد فترة كبيرة. معظم الناس ما يمسكوش المصحف ده إلا في أول رمضان، معظم الناس كان المصحف ده لازم يختمه مرتين ثلاثة في رمضان بقدر استطاعته. في واحد كان ممكن يختمه مرة، واحد يختمه مرتين، واحد يختمه ثلاثة، حسب استطاعته وحسب وقته، الوقت اللي هو عايشه، هل الوقت ده يسمح له
ان هو هيقرا القران طول النهار؟ مش هيقرا القران طول النهار، بقدر استطاعته بيقرا في القران. قال ايه لما حصلت النكسه؟ بدات روسيا تقول يا جماعه في حاجه انتوا بعدتوا عن الدين. روسيا الملحده المحللين هناك قال لك انتوا بعدتوا عن دينكم، دينكم كويس وانتوا بعدتوا عن دينكم، وده سبب ايه كده؟ فيبعتوا لنا ايه علماء الدين بتاعكم نتناقش معاهم في الموضوع ده. فالدكتور الشيخ سيد سابق قال انا رحت روسيا هناك وما كانش حد يعرفني، لدرجه لقيت ناس معلقين بره المطار يافطه مكتوب عليها سيد سابق سيد سابق. فقلت انا، فخدوني بالحضن وقابلوني واستقبلوني تمام 100 100، وقابلت السلطات الروسيه ايامها برجنيف عند الناس دي كلها. قالوا لي الحل بقى انك ترجع الناس للدين صح، احنا كده ايه عشان نمشي صح لازم ترجع للدين مظبوط. فبداوا ياخدوا الحريه تمام، وظهر على ايامها بقى الشيخ عبد الحميد كشك وعلى الناس دي كلها ما شاء الله، وبدات الناس تشجع. فكان رمضان، كان رمضان يعني وسيله تصفيه روحيه للناس، قريب من ربنا سبحانه وتعالى، بركه من ربنا سبحانه وتعالى على الناس. يعني طبعا ده موسم جميل بنحس فيه بالبهجه، بنحس فيه بالترقي مع الله، بنحس فيه في العباده. بس ابهاتنا الكبار كان طول النهار وطول ما هم قاعدين بيقروا القران ماسكين المصحف وبيقروا فيه. انا كان بابا بسم الله ما شاء الله الله يرحمه، يعني والله فتره الصبح الساعه 10 دي من قبلها هو يقعد قاعد ماسك المصحف بيقرا لحد قبل الظهر بشويه، عشان بينزل له مسجد بيصلي فيه. وكان جدي الله يرحمه كده طول ما هو قاعد ماسك المصحف او ماسك كتب اللي هي فيها التفسير فيها الفقه فيها كتب كبيره كتيره. يعني في حته مهمه برضو في رمضان، كان زمان الشيخ بيخش الجامع يقرا في تسجيلات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ محمود صديق المنشاوي، الشيخ محمود خليل الحصري، كان بيقرا القران باصوات جميله جدا لغايه دلوقتي مأثره في قلوبنا. كنا لما يكون بيقرا في المساجد اللي هي الحسين والسيدة والسيد حاجة زي كده، كنا نسمع يقول آية بسيطة كده ونقول الله يا عم الشيخ. دي راحت سنة 67 بدأوا الأول يطلعوا، رجعنا لديننا بقى صح. هو القرآن إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأنصتوا يعني سكت كل حاجة عشان تركز عليهم، الله أعظم. فبدأوا يطلعوا الشيخ فوق في حتة عالية عشان مش عارف سكت الناس عشان التسجيل يطلع، مفيش فيه الله يا عم الشيخ. كله قرأت قرآن وحفظنا القرآن واحنا صغيرين ايام اللوح اللي هو الصفيح ده ونكتب عليه بالريش او البتاع والحاجات دي. معظم الناس ما بتمسكش المصحف ده الا في رمضان، تلاقيه في المترو، تلاقيه في الاتوبيس، تلاقيه في القطر، في اي حته اهو ماسك مصحف وبيقرا فيه وهو ماشي. ساعات يلم نصان ولاده يقول لهم تعالوا، يقعدهم حواليه ويشرح لهم الواحده تعمل ايه مع جوزها، الواحده تقول ايه لعيالها، يعني كان يلمهم ويفضل يديهم درس كده. خليك يا نور يا بنتي جنبي مثلا، يعني يا فاطمه تعالي اعملي كذا، هاتوا طرحكم وتعالوا. كلهم لبسوا جواكت والطرحه عشان الصلاه. يقعد ده يدي درس من العصر لعند المغرب ويرجع يعمل درس تاني من بعد صلاه العشاء. الثقافه الدينيه كانت الاول قويه جدا عن دلوقتي. ليه؟ عددنا كان قليل وعددنا كان محدود. النهارده العدد بتاعنا كتر اكتر. الاول كنا 5، النهارده بقينا 15 ولا 20. يعني كانت بيئه اسلاميه بمعنى الكلمه، يعني ده عيلتنا احنا كنا كده. لكن في ناس ثانيه لا عادي ما فيش مشاكل عندهم يعني. بس كان بالنسبه لي وانا صغيره بيت جدي كان كده، ما كنتش بسمعها لان احنا كان وقتنا كله قراءه. يعني مشغوله بالولاد يا بنقرا في اي حاجه. وبالنسبه عمك كده برضك متهيألي ما كانش يعني ما كانش الراديو ما كانش له اهميه عندنا قوي. بيني وبين ربنا في رمضان لازم اقرا كل يوم جزء لوحدي. ده انا اقراه لوحدي يعني غير اللي اقراه مع عمك. ده بعد ما بصلي العشاء انا اقرا، اقعد اقرا شويه قران ده لوحدي. او بالنهار قاعده مثلا افتح المصحف واقرا برضك شويه. على طول بقى انا اخلص بقى فطار
اسيب بقى كل حاجه بقى واروح بقى على الجامع. ده دلوقتي بيخش يصلي 3 4 ايام ولا اسبوع وبعد كده تلاقي الجامع فضي. انما زمان كان الراجل قاعد ياكل يسيب الاكل ساعه الاذان ويطلع يجري. بس هي قراءه القران عمومي بتخلي الواحد صدره في انشراح، يعني انشراح للصدر. انا بحس بالانشراح ده، انا بحس بيه يعني لو اي حاجه فرحتني او ساعدتني بحسها جواي، الحته دي جواي كده بحس فيها، بحس فيها ضوء، بحس فيها حاجه اتفتحت، ده بحس فيه جواي كده. من الناحيه الدينيه بصين للاسلام كانه هو العبادات اللي مسمينها العبادات دي. ليل الأحبة بدره نور بدا. وزي ما شفنا رمضان زمان ورمضان دلوقتي في العبادة، في الإقبال على المساجد، يا ترى زمان كانت المساجد بتبقى مفتوحة طول اليوم ولا في أوقات معينة؟ حلقات القرآن كانت بتبقى في أنهي وقت؟ بعد الفجر، بعد العصر؟ شكل دروس ما بين التراويح كان أكيد بيبقى في كل زمن اختلافات. العبادة هي العبادة، المضمون واحد، لكن تناول الناس لهذه العبادة واهتمامها في حاجات بتقوى حاجات بتضعف زي ما شفنا في رمضان زمان ورمضان دلوقتي. الفقرة اللي جاية مهمة جدا لأن احنا بنتعرف فيها على شواهد التاريخ، على المساجد القديمة، على الجوامع اللي مرت الأحداث ومر الزمان باللي بنوها وفضلت هي حتى هذا العصر. بنمشي في شوارع مصر القديمة بنشوفها. من هذه المساجد جامع أو مسجد الحاكم بأمر الله، أيا كان يعني رؤيتنا لتاريخ هذا الرجل الحاكم بأمر الله، لكن بقي هذا الأثر العجيب بتفاصيله المعمارية اللي نشوفها مع بعض في هذا الأثر المهم، هو جامع الحاكم بأمر الله في قلب القاهرة القديم. ليل الأحبة بدره نور بدا. جامع الحاكم بأمر الله أحد أبرز مساجد القاهرة القديمة من حيث التصميم الفريد والذي يظهر فيه روعة المعمار الهندسي في ذلك العهد. بني المسجد عام 380 هجريا في عهد العزيز بالله الفاطمي الذي بدأ في سنة 379 هجريا وتوفي قبل إتمامه، فأتمه ابنه الحاكم بأمر الله عام 403 من الهجرة، لذا نسب إليه وصار يعرف بجامع الحاكم. كان المسجد في بادئ الأمر يقع خارج السور الشمالي المبني بالطوب اللبن والذي بناه جوهر الصقلي، إلا أنه أصبح داخله أيام الخليفة المستنصر بالله بعد أن قام وزيره بدر الجمالي بتوسيع القاهرة، وأصبح السور الشمالي يلتصق تماما بالجدار الشمالي للجامع. يبلغ طول المسجد 120.5 متر وعرضه 113 مترا، وهو ثاني مساجد القاهرة اتساعا بعد مسجد ابن طولون. وبالرغم من المعتقد الشيعي في ذلك المسجد، إلا أنه تم تحويله إلى مسجد لأهل السنة. وقد تعرض جامع الحاكم للعديد من الكوارث، لعل أبرزها كان عندما استولى الصليبيون على القاهرة سنة 1167 من الميلاد وحولوا جانبا منه إلى كنيسة، وفي زمن الحملة الفرنسية تحول إلى مقر لإحدى حامية الحملة، وفي أوائل القرن التاسع عشر نزل فيه بعض المهاجرين الشوام وأقاموا فيه مناسج للحرير ومصانع للزجاج، ثم حولته وزارة الأوقاف إلى مخزن، تحولت أروقته إلى مخازن للتجار الآخرين المحيطين بالمنطقة إذ أنها منطقة تجارية، ثم تولته لجنة لحفظ الآثار العربية. ليل الأحبة بدره نور بدا. ورجعنا لحضراتكم مع فقرتنا الحوارية في ليل الندى. الحقيقة في شهر القرآن الكريم شهر رمضان اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيه شهر رمضان، رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذه الجملة القرآنية من هذه الآية الكريمة تفيد أشياء كثيرة جدا.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهو الشهر الذي تنزل فيه الكتاب العزيز، وهو الذي الشهر الذي تشعر فيه كلنا يذوق للقرآن مذاقا خاصا، تلاوة، إقبالا، استماعا، صلاة التراويح، كلنا يبحث عن الصوت الجميل الذي نعيش فيه مع كتاب الله تبارك وتعالى، خصوصا في هذا الشهر الكريم. الحقيقة هذه الحلقة مفاجأة مع شيخ كريم وصديق قديم يتجدد حبه في قلبي الحقيقة، أعلم أن له بصمة في عالم قراءة القرآن، تلاوة التي تأخذ قلبك وتطير به إلى عنان السماء. بنبض القلب أو دمع العيون سنسمع منك نورا يا لهوني. فضيلة الشيخ القارئ مصطفى اللهوني، مرحبا بك مصطفى. أهلا وسهلا. يا مرحبا بك. ده كتير قوي. الله يكرمك. والله مش كتير على يعني الحياة، أهل القرآن هم أهل الله وخصته، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك. مش عارف أبدأ معك منين، لأن الحب والعشرة القديمة والعلاقة الشخصية إحنا قدام الشاشة يعني هقول إيه؟ ما نبدأش خالص ونقول شكرا. الله يبارك فيك الشيخ مصطفى اللهوني. اسم الحقيقة في عالم القرآن مزمار من مزامير السماء. أنا لا أثني عليك بشخصك، إنما هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، يختص برحمته من يشاء، والقرآن رحمة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فلما نستضيف أحد قراء القرآن المميزين والمتميزين في شهر القرآن، نحن يعني نشكر ربنا سبحانه وتعالى بمثل هذه اللقاءات على أن تفضل على هذه الأمة بهذه الأصوات العذبة الكريمة التي تقدم لنا القرآن روحا من لدن رب العالمين تبارك وتعالى. شيخ مصطفى، هبدأ من الطفولة كعادة أي حوار مع الناس الأكابر اللي بنحبهم. طفولتك والقرآن، هذا هو السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أنه البيت والمنشأ له أثر كبير في مسألة كيف يكون هذا النشأ، تكوين هذا المستقبل الثقافي والعقدي وأيا كان هو، حتى ولو كان مستقبل شخص انحرف أو ضاع أو ضل أو اهتدى واتقى، كله سواء. الخطوات الأولى، البصمة الأولى من البيت دائما هي التي تشكل هذا الإنسان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ما من مولود إلا يولد على الفطرة. نعم. ولكن هو شاءت الأقدار أن يكون الوالد هو رحمه الله شيخ من كبار الشيوخ في الإقراء والقراءة. نعم. وطبعا احنا ما نعرفش ده، يعني احنا كأولاد ما نعرفش هو شيخ وخلاص، لكنه احنا ما لما كبرنا فهمنا ان احنا أولاد شيخ مطمطم حاجة كبيرة قوي، يعني ما يعني ما ما ده كان ما كانش واضح وانتوا أطفال، مش شايفين ده، ما هو انتوا ترونه أب وخلاص، يعني أبو الأب يعني هو الأب يعني. ثم كان لشقيقتي الكبرى زوج هو أحد علماء العالم في القراءات العشر والأربعة عشر، ما شاء الله، وهو رحمه الله الشيخ حسن علي عبد المطلب حمد رحمه الله، وهو من جيل وزميل عمر الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، نطعه الله بالصحة. فلقيت أنا طلعت لقيت أنه أنا في مدرسة اسمها جمعية المحافظة على القرآن الكريم، هي اسمها كده، هي جمعية طبعا لها تاريخ طويل. جمعية المحافظة على القرآن الكريم، يقال المنشئ لها كان اسمه محمد باشا سالم سالم. المدرسة دي كانت عبارة عن قصر في محافظة الفيوم، من المدارس الراقية جدا، وهي دلوقتي معرفش يمكن أنا بعدي عليها ألاقيها مدرسة الإسلامية الخاصة تقريبا بهذا المسمى يعني. وكانت المدرسة دي غير المدارس الأزهرية وغير المدارس أي مدرسة، يعني أنا لفيت المدارس في المدينة وفي مكة وفي جدة وفي دول آسيا كلها أو أغلبها،
ورحت المدارس في أوزبكستان وتركمانستان والفلبين ودول كتير جدا من الدول المهتمة بالنشأ القرآن يعني. نعم. لكن أنا اكتشفت أن المدرسة اللي احنا تخرجنا منها هي مدرسة غريبة. احنا بناخد كل المواد بس كل المواد دي مشكلة في حصتين فقط والخمس حصص قرآن. سبحان الله ده المنهج يعني. هو كده المدرسة كده. كان الشيخ واحنا أطفال كان اسمه الشيخ سيد عباس. الشيخ سيد عباس ده كان حاجة قيمة وقامة يجمع بين الـ كل حاجة تتناسب مع الهيبة. هو بسطة في العلم والجسم يعني. بسطة في العلم والجسم وفي نفس الوقت حد هو حد كده يعرق رحمة ما شاء الله. وإحنا كنا بنحس نحو بالإيه بالحب وفي نفس الوقت بالهيبة يعني يجمع. وده كان في الجيل ده كان صعب إنك تلاقي حد تحبه وتخاف وتهابه في وقت واحد. كان صعب جدا يعني اختار لك حاجة يتحبه يتخاف منه يعني. لكن كان هو الشيخ سيد عباس ده كان شخص رقيق جدا وراقي جدا وكان خطه يمكن أحسن من خط الكمبيوتر ما شاء الله. كان خطه أحسن من الـ من الـ من الـ من الأداء يعني من أي خط. وكان يكتب بالتبشير على السبورة ويقول النهاردة هناخد كذا. وكنا نحفظ بطريقة لم أجد لها مثيلا يعني. حتى أنا درست في نفس المدرسة فيما بعد لكن لم نكن على نفس المستوى إطلاقا يعني. وبعدين اللي حصل إنه كل ده مش مبرر أو مش طفولة قرآنية بمعنى إن أنت كده حفظت القرآن. ده مش منطق إنك حفظت. فكلنا وصلنا إلى الصف السادس ومنا من لم يحفظ شيئا ومنا من نجح وحفظ القرآن ومنا من نجح ولم يحفظ شيئا أو هو عاش للموسم الدراسي وخلاص وانتهى الموضوع على كده. لكن يجي الصيف خلاص. لكن أنا أصبت في الرابعة في السنة الرابعة أو في الثالثة ابتدائي تقريبا. وبعدين توهم الوالد أنني سأفقد البصر. توهم. فما كانش المسألة بتاعت الحفظ وإن أنا في مدرسة كده أو يعني وأنا الوحيد من إخواتي اللي هم دخلوا النوع ده من الدراسة يعني. نعم. وإخوتي جميعا تخرجوا من يعني توجهات مختلفة. البنات والصبيان. لكن أنا يعني حصل قدرا إن أنا تخرجت من المدرسة دي ثم مدرسة الجمعية جمعية المحافظة القرآن الكريم ثم الأزهر إعدادي وثانوي والجامعة وما بعد ذلك. أنت شايف هنا يعني يد القدر تسوقك إلى شيء ما. لا ده واضحة كالشمس. ما فيش فيها أسباب ولا فيها ده حاجة كده إيه يعني هكذا يعني قدر لك. وبعدين أنا حفظت مع الطلبة مع التلامذة زيهم. وبعدين في سنة رابعة والدي بيقولوا له إنه ابنك عينه فيها كذا مش يعني فيها مشكلة كده بس ما كانش بالوضع ده يعني كانت أفضل يعني بكتير. ولكن هو اتوهم إن أنا هفقد البصر فجاب أخدني وقال لي تعالى هو أنت حافظ أدولك الوقت فين؟ قلت له أنا في سورة كذا. فتقريبا لا أنسى هذا اليوم وكنت في رابعة ابتدائي. تمام. قلت له أنا واقف عند سورة الأحقاف. قال لي طيب وأنت المفروض تاخد لغاية فين؟ قلت له بعد كده يعني افتكر لغايه سوره الزمر او كده. قال لي طب قول كده واذكر اخا عاد ما عرفتش. طب قول كذا في الجاسيه ما عرفتش. قال لي طيب خلاص ماشي. هو كان كفيف يعني الوالد. ما انا عشان كده بقول لك توهم فقدان البصر لهذا السبب يعني. فبدا ياخدني بشكل معسكر اعتقلني. فكان يا أخي الأكبر رحمه الله هو الذي يقوده الأكبر الكبير خالص يعني. فقال له إركن أنت يا محمد وأحمد ما فيش داعي أنا أخلي مصطفى معي هو هيوديني الجامع ويجيب له كلام. بص يا حبيبي من 5 لـ 6 تحفظ كذا. طيب ما خدتش في بالي. من 8 لـ 10 تكون حفظت كذا. ما خدتش في بالي. تاني يوم عوقبت عقاب من لا يرحم. ضرب بقى لا عقاب ما انا قلت لك اعتقلت يعني اتعذبت بقى يعني على الموضوع بجد. طيب
هنكتشف بعد كده انه هو الانتقال الجميل يعني بعد كده الزبانيه جات امسك الواد ده اضرب كتف واضرب. الله 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 الموضوع بجد. فما انا الذوق مش نافع. طب تعالى مره واثنين الذوق مش نافع تعالى نشتغل ايه شغل الاعتقالات ده. فبدات اتضرب وبدات اخلي بالي من الموضوع. كانت في مشكله عندي ان انا بفكر بشكل صعب رغم صغر السن يعني. كان مفيش حاجة تعدي عليا ما فكرش فيها وكان التفكير يقتلني. ولما فكرت فكنت في سنة خمسة فكرت في القرآن. كنت أنا أوشكت بقى في من أول ما قال لي أنت في سورة إيه في الأحقاف كان كل يوم في من الساعة كذا للساعة كذا حفظ جديد ومراجعة جديدة. التزمت بقى وهو بمزاجي بعد العلقة هو مش بمزاجي طبعا على طول طبعا. فكنت تقريبا في خلال سنة ونص كنت نهيت الموضوع. سنة ونص بس خمسة ابتدائي في سنة ستة بقى في دخلة سنة ستة كانت ايه الحفظ. فبيسألني تاني في سنة ستة فلقيت انا بقى في حاجات كده فقال لي ليست المسألة في انك تحفظ القرآن كله كلنا ممكن نحفظ لكن ازاي تحافظ على اللي حفظت عليه حفظته ده موضوع تاني. بدأت المراجعة فكان يراجع لي كل يوم ربع القرآن على طول كده كل يوم وبعدين هو بيراجع ليش وقاعد ده هو ماشي رايح لاصحابه بقى وبيلف البلد واخدك في ايده واخدني واخدني وانا وبعدين انا ايه عايز اعيش طفولتي طبعا فعايز اسكت يقول لي بتسكت ليه واضربني. حتى اكتشفت في يوم ان انا رحت اقرا على شيخ فما رضيش يقرئني يعني. بعدين بقى في الاعدادي قال لي انت ابن فلان مش انت جاي تقرا علينا ليه؟ انت ابوك شيخ انت جاي تتريق عليا يعني. انا ما كنتش اعرف ان في صور معينه اللي يقراها يبقى حد جامد قوي. فانا كنت المحافظ وقتها كانت المدارس بقى في سنه سته ابتدائي تستلفني فعايزين المحافظ يجي او ما اعرفش مين او اي حفله يعني حفله فيها مسؤولين فيجيبوا مين فمين اللي صوته حلو وحافظ فما فيش حد في المدرسه ديت فيستلفوني انا بقى تتنطط لغايه ما المحافظ جاء هو الولد ده طالب في كل المدارس دي كل ما يجي هو مش نجم يعني تزوير احنا يعني كده احنا كده اتنقلنا لمنطقه حسن التلاوه والاكتشاف دي برضو دي الاساس في حوارنا لا هو اللي حصل بقى ده حسن التلاوه ده موضوع مش اب بيحفظ ابن القران لا ده موضوع تاني خالص ده قصه كبيره جدا قصه تانية خالص أنا مش في دماغي بقى حتة التلاوة صوت حلو ما صوتش حلو ده كلام اللي أنا بقى في دماغي إزاي أخرج من الإيه من العبء اللي هو إن أنا عبء العقاب إن أنا بتعاقب من الساعة كذا عايز أعيش طفولتي مش عارف يعني فقلت أخلص من الحكاية ده أحفظ وأخلص بقى ما لقيت ما فيش حل غير إن أنا أسمع الكلام فحفظت وانتهيت من قصة الحفظ دي تماما عشان أفر هاربا من العقاب الإيه اللي ورا بعضه ده هو كده سمع لك وتأكد انك انت حافظ واصبحت خلاص يعني اطمن ليش ده بقول لحضرتك كل يوم انا بقرأ عليه ربع القرآن وانا ماشي في الشارع يعني هو انا ايدي كده وماشي معاه الحق اغش ولا امسك المصحف ولا الكلام ده مفيش والطريقة دي كانت هو مش من اكبر الطرق اللي ثبتت القرآن في قلبك بعد فضل لا لا مش دي مش دي جيت أنا لما بدأت إن أنا أستخدم فيما بعد إمام صغير أحكي لنا الحطة دي بقى. أنا بقى إيه اتعمل مني إمام صغير فكانت هناك سيدة رحمها الله وكانت لها بيت كبير وكانت تأتي عايزة حد يصلي بسيدات فضليات القرآن ويقرأ كل يوم عدد من القرآن ده في أي كانت صلاة البيوت كده لا في البيوت يعني في رمضان مثلا حد قريبنا وهي كانت من يعني من العائلات الكبيره كانت تجيب بقى سيدات فعايزه تجيب يا اما راجل عجوز قوي كبير في السن يا اما شاب ولد لسه صغير تمام. فكنت انا مشهور بقى اتشهرت بالحكايه دي ما انا بلف بقى المحافظه كلها عماله اقرا قران فاتشهرت ان انا ابن فلان وان انا الشيخ فلان طفل المناسبات الطفل فجات بقى رحمها الله كانت تسمى الحاجة هانم الجبيلي رحمة الله عليها وكانت هي من أسرة عريقة ويربطنا بها قرابة من بعيد كده وبعدين كانت قالت هات لي ابنك بقى يصلي بينا ولازم يقرأ كل يوم من في القيام الليل كذا ومش عارف ايه
فقعدت بقى من اولى اعدادي لغايه اولى ثانوي او ثاني لغايه ثانيه ثانوي كده، انا في رمضان معمول لي غرفه واصلي واقرا قران من الساعه كذا للساعه كذا، فبقى ده بقى بالاختيار وباخد فلوس. اه ادوني خمسه جنيه. طب حلو كويس. اه فكانت في السن ده خمسه يعني. جنيه طبعا في السبعينات الكلام ده كانت حاجه ايه يعني حاجه كويسه جدا. كان لسه الوالد يعني الوالد توفى تقريبا في بدايه الثمانينات يعني. يعني مش بعيد رحمه الله عليه. فاللي حصل انه انا بدات اشوف الله، بدات اخد بالي ان الوالد عمل حاجه كبيره، وبدات اعرف ان انا حد له لازمه يعني، ده الموضوع مش سهل يعني. عرفت قيمة العلقة والضبط والربط يعني. تمام. بعد كده جت حتة الصوت، جت حتة التركيبة الصوتية. أنا مطلوب مني إن أنا في كل مناسبة فيها جمهور كبير إن أنا أروح. وبعدين ألبس لبس الزي الأزهري. أنا العيال الأطفال بقى من سني تقعد تتريق عليا وبتاع، يقول لي هم اللي جهل، أنت دلوقتي حاجة كبيرة، ده الوالد. أنت مالكش دعوة بالكلام ده خالص، أنت مطلوب يعني، أنت نجم يعني. أنت العيال اللي بتتريق عليك ديت مش هي اللي المحافظة يسمعها ومدير الأمن ووزير كذا ووزير التربية والتعليم وكل العالم دي قاعدة لك أنت تسمعها. ما شاء الله كان بيفرق معاك الكلام ده. كانوا بيعملوا بقى حفلات بزيارة الوزراء وزيارة المحافظين والناس دي للأماكن دي، فكانوا يجيبوني أفتتح على طول يعني. وأنا في طفولة ابتدائي ولغاية يمكن قبل ثانوي بشوية. وبعدين بقى بدأت حتة ان انا ابقى مرتل ازاي. في الوقت ده انا كنت بسمع المشايخ اللي ما كانش لسه تقريبا إذاعة القرآن الكريم ظهرت الا في منتصف السبعينات كما تعلم يعني. تقريبا كده. وبعدين انا كان بسمع، كان في مقرعة القراء بيأتوا فيها، مقراءة حكومية اللي تابعة لوزارة الأوقاف وكل اللي بيقروا فيها قراء. فكان زمان يا أستاذ مصطفى في موضوع في منتهى الخطورة إحنا عايشين دلوقتي. أي حد عنده مناسبة كويسة الناس يقرأ قرآن، يحج يجوا يقرأ قرآن، ربنا رزقوا بفتح جديد يقعدوا يقرأ قرآن كله ويدعوا في الآخر. صحيح. أي موضوع يحصل القرآن بنتلكك له. فكان القراء وقتها لهم يعني لهم طلب يعني. يعني كان القرآن كل حاجة فيها قرآن 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 قرآن. المهم فكان القراء في مقرأة، فكانوا يستعجلوا علشان وراهم شغل. فهو عايز يقرأ الربع أوام ويمشي، فيقوم يحصل حاجة جميلة جدا إن هو عايز يقرأ مثلا، فيقول إيه، يقول من سورة ياسين، يقول فمش هيقرا بقى زي الاذاعه بسم الله الرحمن الرحيم، لا مفيش وقت للكلام ده، ال 20 قارئ هيقروا 20 ربع وكل واحد وراه شغله. فيقوم الشيخ يقرا ازاي، بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما، وانت ماشي ده وصله واحده على طول. فالحكايه دي كل واحد له مدرسته. فانا اقعد بقى بس ده. الجمهور كان بيقتنع بالشكل ده، مفيش جمهور، هم 20 شيخ يعني. دول قاعدين مع نفسهم، هي حاجه موجوده لغايه دلوقتي المقارئ اللي خاصه بوزاره الاوقاف كده. فانا اقعد اسمع. وكان هذا مسجد سيدي علي الروبي، وهو الحفيد السابع للعباس بن عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وهو مدفون يعني قبره يعني، احنا المنزل اللي ولدت فيه ورا قبره على طول يعني في محافظه الفيوم. وكان المسجد ده حاجه لوحده، هو المسجد الاول طبعا في وكان الوالد ساعتها هو شيخ المسجد، فكنا نسمع بقى القران من الشيوخ دول الجمال دول، فكان كل واحد له بقى حاجه رائعه. في منهم حد اشتهر بعد كده ودخل؟ لا انا بقول لحضرتك انا دول بسمع دول في طفولتي وانت طفل يعني من دول من فانت بتتكلم في حد بسمعه كان هو بلغ من الكبر عتيا يعني من 40 سنه. ايوه او من حاجه و40 سنه يعني. وبالتالي فهم دول بقى ايه يعني كانوا مدارس كبيره، كان كل واحد منهم يقرا، ما فيش حاجة، ما فيش شيخ نص نص، أحكام ووقوف ومقامات وفن وأداء وهرم لوحده.
وبعدين تقرا تقرا هو الشيخ قرا وخلص هنا، ما فيش حاجه اسمها تنقي اللي على مزاجك تقراه. كان اي حته في القران يقرا من بعدك على طول ما شاء الله، وده مش تحدي ولا ان واحد بيزعل واحد، هو كان الطبيعي كده، القران مطبوع وبيقرا. اه ما هو هو ربعه هو ما وراهمش غيره ما شاء الله. ما هو الوقت ده حضرتك انا ببرر لك ده بايه؟ بان المجتمع كله كان اي حاجه حلوه واي حاجه مش حلوه فيها قران، العزا قران والفرح قران والطهور قران والحج قران والعمره قران والمحل الجديد قران، واي حاجه جديده بتحصل في حياتهم يقعدوا يقروا قران. ها خصوصا ده كان يمكن في في في, في الريف اكتر من القاهره يمكن. لا كان في كله برضو. لو ترجع تسال الناس اللي في في شارع المعز، ها في القاهره الكبرى القاهره القديمه، كان كل ده موجود، ارتباط بالقرآن، كان في كده لمحة في نفوس الناس غير دلوقتي. غير دلوقتي كان القرآن في كل موضوع. حد كان لما بتيجي يجي عليك الدور وتقرأ بيبقى مبسوط؟ ما جاش عليا دور، انا شاكون انا بين الملوك ده، انا ولا حاجة، انا ايش اكون دول اهرام، انا كنت انا انا ابن واحد من دول بس. انا ما حدش قال لك اقرا لا اقرا بصفة ايه؟ ده اللي هم يعني دول كانوا 20 يعني يدوب يقروا بالعافية خلصوا. كان عدد كتير يعني باختصار. وبعدين فيما بعد بقى سبت القصة دي كلها، دخلت الازهر و او مش دخل يعني قبل مش الجامعة اقصد، بدأت الناس تطلبني ان انا اصلي امام، وكان ده تحديدا في سنة اولى سنة، اول منبر مسكته كنت في اولى سنة، كنا لسه في الفيوم برضو. كنت في الفيوم، ما جيناش القاهرة لسه. لا لسه ما جيتش القاهرة. وبعدين اولى سنة وديت انا كنت بخطب الجمعة وكده. خطبت أول جمعة. ودي بقى أحد النكت الجميلة. فأنا مسكت كتاب من الكتب وتاني أحضر وبتاع وإيه والناس إيه عمالة تقول الله من تحت. لغاية ما جاني واحد رحمه الله أخدني على جنب كده وقال لي خطبة جميلة. قلت له الله يكرمك. قال لي بص يا ابني الخطبة دي ما فيش فيها ولا حاجة صح. قال لي بس على جنب يعني. قال لي كده، قال لي بص ده كل اللي انت قلته ده تخاريف، وقعد بقى يفهمني. قال لي دي ناس جهلة، انت بتقول قصص وحاجات خرافات، اقرأ الحديث الصحيحة وبلاش الكتب اللي مليانة الخرافات دي اللي هي ايه الناس بتهلل وتكبر بالجهل القصص الموضوعة والحكايات، ما تستغلش جهل الناس وتقول اي حاجة. وكان نصيحة غالية والله. والراجل ده انا لا اذكر الا انه اسمه كان عمي موسى بس بتعرفه. يعني بتعرفش يعني انا لو عايش اقبل قدمه مش اقبل ايدي طبعا. انتفعت لا في الاسبوع نفسه. قلت له تعالى، وانا الحمد لله ما عنديش النرجسية او ما عنديش المركب النقص بتاع ان حد يقول لي غلط وانا اكش. لا احنا نعرف عنك. لا انا كنت كيمياء بتاعتي كنت دايما عايز اعرف ومهما يكلفني، وممكن اتأذي في ان انا محاولة المعرفة دي وبرضو اعرف. فمن طفولتي حتة ان انا عايز اعرف وافهم كده المحاولة والابتهاج. هنا بقى مريت على حاجة لازم اقولها للسادة المشاهدين ومنتهى الخطورة. احنا شباب، فينا اللي حافظ وفينا اللي مش حافظ، وانا الوحيد اللي بحفظ قرآن ومهتم بموضوع، وانا في وسط مجتمع ملوش بقى فيه حواليه ناس بتشرب مخدرات في نفس الشارع، وناس بتشرب خمرة، وبيئة تعبانة، وناس بتعرف ربنا، وناس بتصلي، وناس بتسب الدين، وحاجات متنوعة، كوكتيل من كله. فانا دماغي لفت وانا طفل، قلت هو في جنة ونار؟ سألت نفسك السؤال. من هنا جاءت بناية العقيدة. أنا طول عمري من طفولتي ما أحبش أعمل حاجة غصب، وأنا لما حفظت القرآن حفظته علشان أنجو من عقاب الوالد. لكن بدأت المخ يشتغل بعد الحكاية من العقاب ما خلصت، بدأت أفكر وفي نار، إيه النار دي؟ والنار قد مش عارف إيه. فدماغي لفت في الشك في الآخرة. سبحان الله. وأنا طفل طفل تحفظ القرآن. ما القرآن أصل أنا مش بحفظه خلاص، أنا قعدت دماغي عمالة تجيب في لهم والنار وكلما
وسورة النساء كلما كلام ده احنا كنا في الثانوي مرحلة السنة أولى لا سنة. انا في ابتدائي لسه احنا انا بحكي لك على موقف ابتدائي وانا بس فكرت التفكير ده ليه بقى لان الوالد ما اكتفاش بان انا احفظ قرآن ده كان انا القارئ الخاص بتاعه مكتبة طويلة عريضة فيها كتب صفراء وانا اقعد تقرا له اقرا له الكتب في كتب متنوعة في الطب وفي وفي التاريخ وفي التفسير وفي 50 موضوع فانا قارئ انا القارئ بتاع الوالد رحمه الله هو عايز يقول محاضرة او يقول درس انا اللي بقرا له على طول فهنا الجمجمة ما بقتش سالكة من لازم تقول ويعني شغال فرأيته في المنام كأني في الحقيقة ناس لابسة حاجة كده زي يعني شبه الجماعة العمانيين اللي هم بيلبسوا البتاع ده الزي العسكري ومعاهم السيف وكده وخدوني ولقيت في بيتنا الكبير كده زي ما نقول عليه طشت كبير كده ومليان جمر مليان جمر الطشت ده الكبير ده مليان جمر جمر قطع نار جار نار وقالوا لي انت قلت ما فيش نار في الرؤية الكلام ده في ستة ابتدائي انت قلت مفيش نار وعايز واحنا هنوريك النار ومسكوني وقالوا تعالى وروه النار النار الوهج كأنها الحقيقة سبحان الله مش منام وبعدين شالوني على ان انا هيحطوني في الطشت الكبير ده اللي فيه جمع فانا صرخت قلت امنت ان في نار خلاص امنت ان في نار والله امنت ان في نار وقعدت يعني استجدي عطفهم ان هم يعني ايه يعفوني من ان هم يعملوا فيا العمله وده كان من لطف الله بيك ان ثبت يقينك ما شوف حضرتك بدات القرآن. في الحلقه وقلت القدر يسوق صحيح ولذلك احنا بالمناسبه دي بقى يعني يمكن مساله صعبه شويه عايزين نسمع بعض الايات اللي تتعلق بالنار لانك انت كنت بتقراها وكنا بنصلي وراك التراويح كنا بنبقى المسجد في حاله تانية خالص الحقيقه يعني سواء حتى اذا ايات الجنه والنعيم والرضوان وكده كنا بنشعر ان احنا روحنا الجنه بنتجول فيها او النار القراءه التصويريه الجميله المقدمة دي كلها والتاريخ ده اللي كون القارئ الشيخ مصطفى اللاهوني مهم كل حاجة لكن السادة المشاهدين شغوفين ان يسمعوا الشيخ هو مصطفى. مهم جدا تكوين شخصية القارئ لأن الصوت بيقول من أنت يا صحيح من أنت يا مولانا لا لا انت معروف لا ولا حاجة يا سيد الله يخليك الفكرة انه القرآن صوتك بينم عن مدى فهمك مدى إحساسك مدى شعورك بما تقرأ مش مجرد حلاوة الصوت لا المسألة مش فنيات لا ما في أصوات كتير أحلى منك هتطلع وأحلى منك موجودة وأحلى منا ياما التراب يعني الدفن فيه عظماء أحيانا نصلي فعلا لا لا قارئ بيفصل لنا القرآن فالفكرة بالتلاوة الفكرة أن تعي ما تقول وأن تشعر ما تقول وكل ما تدرس أكثر كل ما يكون المسألة تكون بيبان في أدائك ده مهم جدا الفهم والوعي والتدبر والإحساس والعمل والتطبيق ما استطاع حامل القرآن مؤكد أن بإذن الله يكون في أثر لمن يسمع آمين يا رب آمين. فكرة سماع التلاوة فكرة نبوية أني فكرة أهم أن من كده أن احنا حلقتنا كانت المفروض نص ساعة هي نص ساعة وانت اللي هتنهي الحلقة هو هو بالفعل حلقتنا انتهت لكن احنا إن شاء الله لنا لقاء آخر نستمتع فيه بالتلاوة معك نقول بقى يعني حاجة فيها النار بس ما فيهاش النار التي تعذب ولكن النار اللي هي المعجزة نعم طب خلينا إيه رأيك ناخدها بقى من أولها نستمتع لأن وقت الحلقة دي انتهت ولينا حلقة تانية بقى نعيش مع حلاوة صوت الشيخ مصطفى شكرا. اللي هو أنا بشكرك على هذه الحلقة اللي مقدمة لقاءات أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى إن شاء الله بشكر باسمكم لفضيلة القارئ الجميل وأخي وحبيبي وصديقي شيخنا الشيخ مصطفى اللاهوني ونلتقي في حلقة جديدة من ليل الندى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليل الأحبة بدر نور بدا ليل الأحبة بدره نور بدا والطير من فرط المحبة قد شدا والزهر بل له التبت
العلماء إذا اجتمعنا على الهدى ليل الأحبة بدره نور بدا ليل الأحبة